مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، خليني اسال حضرتك، يعني كما قال السيد سامح عاشور منذ قليل، وربما حضرتك تسمع هذا الكلام في الشارع من شباب عديدين، يعني حقهم في التظاهر طالما انهم لم يخلوا بفكره الامن العام او لم تحدث هذه التظاهرات اللي خرجوا فيها اي اعتداء على مؤسسات الدوله او اي شكل من اشكال الشغب. بص يا فندم، هو الحق في التعبير بشكل عام ومنه التظاهر هو حق دستوري، لكن النص الدستوري اتكلم عن انه بالاختار واحال طريقه الاختار للقانون، يعني هو قال بالاختار طبقا لما يرد في القانون، فده معناه انه الجزئيه دي في الدستور لها قانون مكمل اللي هو يقول لنا لما نيجي نخطر هنخطر ازاي. وفعليا قانون التظاهر كان نظم عمليه الاختار، وحتى لو كان في بعض وجهات النظر بترى ان في شيء في تشدد او ما شابه، لكن في الاخر القانون قائم، ومن الممكن الراغبين في اجراء تعديل او ما شابه ان هم يلجأوا للبرلمان، على اعتبار الحمد لله بقى في برلمان. اذا كان زي ما تفضل سياده النقيب وقال انه بيرى يعني انه قد او البعض بيرى ان قد يكون في عدم دستوريه او ما شابه، ما حضرتك تعلمي ان اللي بينظر هذا الامر المحكمه الدستوريه، ويستطيع اي انسان ان يتقدم بها، لكن طول ما القانون موجود وقائم وهو اللي بينظم العمليه دي، من وجهه نظري يجب ان يحترم، لان احنا في الاخر دوله قانون، وحتى اليات تغيير القوانين محكومه بالدستور نفسه. بس البعض يرى سيادة النائب ان هذا القانون لم يحظى بقبول او توافق، حتى ان المجلس القومي لحقوق الانسان نفسه عرض العديد من الملاحظات على هذا القانون حينما كانت السلطة التشريعية لدى الرئيس قبل ان يتواجد البرلمان، وبالتالي كان يأمل البعض من البرلمان ان يدافع اعضاء بارزين فيه عن ضرورة تعديل هذا القانون. هو يعني وجود وجهات نظر متعددة في الامر، زي ما حضرتك في ناس كانت معترضة على بعض أمور، كان في ناس بترى إنه القانون اللي موجود لو قورن بأي قانون آخر موجود في أي حتة أخرى في العالم، وخاصة الدول اللي بيشار لها أنها راسخة ديمقراطيا واحتراما للحقوق المختلفة للمواطنين، مش هيكون في اختلاف كبير، بل بالعكس يعني في قوانين قد تبدو أكثر تشددا، القانون الفرنسي على سبيل المثال. لكن على الرغم من كده البرلمان حضرتك تعلمي انه انعقد، بس حالة التطور الديمقراطي المرتبط بدولة زي فرنسا، واكيد حضرتك تعرف اكتر مني، مختلفة تماما عن حالة المجتمع المصري اللي خارج من ثورتين كان الاساس فيها هي مسألة التظاهر ونزول الى الشارع. انا متهيألي ان في قضايا الحقوق لما هيجي حضرتك تنظميها يمكن مش هيختلف دوت، يعني في الاخر لو حضرتك قررتي انك تعتمدي حقوق الانسان في مجتمع ما وهتقنني هذا الامر، اظن انه يعني القواعد والمبادئ اللي بتحكم العالم كله على اختلاف تطوره ديمقراطيا من وجهه نظري في موضوع الحقوق هيبقى واحد، ده وجهه نظري يعني، وخاصه انه انا نفسي في المرحله الانتقاليه الاولى بعد 25 يناير وفي البرلمان 2011-2012 وانا كنت عضو فيه، كنا بنشتغل على مسودات لقانون للتظاهر، وفاكر ان احنا جبنا القانون الانجليزي والفرنسي والامريكي وغيره يعني، وكان بنسترشد بيه عشان واحنا بنصيغ شيء ما يبقاش مختلف عن اللي العالم كله بيتكلم فيه. وعايز اقول لحضرتك ان القانون اللي وحضرتك نفسك يا سياده النائب كنت بتنزل الشارع تتظاهر من غير تصريح. ده صحيح، وعايز اقول لحضرتك يعني انه القانون اللي موجود دلوقتي مش مختلف كتير، لكن على الرغم من كده من له وجهه نظر تحترم، لكن انا بقول ان احنا نتبع فيها الاجراءات القانونيه والدستوريه، احنا عندنا برلمان وكنا ما اتكلمناش عن هذا القانون الان، لان حضرتك تعلمي ان البرلمان احنا ابتدينا وعندنا واجبات دستوريه ملناش فيها اختيار، اقرار قرارات بقوانين ثم اعداد اللائحه ثم بيان الحكومه ثم القوانين اللي الدستور فرضها علينا بدون الانعقاد الاول. تمام. طب ارجو ان حضرتك تبقى معنا سياده النائب عشان هينضم الينا ايضا الاستاذ محمد عبد الغني، الدكتور محمد عبد الغني عضو البرلمان وعضو تكتل 2530. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. يعني انا هنا امام وجهتين نظر موجودين تحت قبه برلمان واحد، يعني الدكتور محمد ابو حامد النائب البرلماني بيقول علينا ان نحترم القانون والدستور، صحيح ان هناك مطالبات بتغيير قانون التظاهر ولكنه قائما حتى اللحظه دون تغيير، لماذا لم يحترم الراغبين في التظاهر في 25 ابريل احترام قواعد القانون في هذه المساله؟
هو مساء الخير اول، ومساء الخير للسيد النائب محمد ابو حامد. مساء الخير يا فندم. القضيه الرئيسيه اللي احنا عايزين نقولها ان بعد ثورتين كان الشعار الرئيسي للناس هو يعني العيش والحريه، الناس حطت كلمه الحريه، ولولا هذه الحريه ما لم تكن هذا النظام وهذا البرلمان والرئيس اللي موجود وكل الترتيبات اللي موجوده دلوقتي موجوده نتيجه خروج الناس مطالبين بحريتهم، والحريه دي هي اللي لا تتجزا ولا تنفصل. كل الاحترام للقانون، القانون في نفس هذا اليوم يعني طبق بمعيارين مختلفين. احنا طبعا كل الناس مع احترام القانون، لكن يطبق على الجميع. كل الناس الشباب، معظم الشباب اللي خرجوا دول هم اللي خرجوا في 30 يونيو تعبير عن يعني الموجة الاعظم في الثورة المصرية علشان يأكدوا رفضهم لأي انحراف عن مسار الثورة. هم دول معظمهم الشباب اللي تم إلقاء القبض عليهم واللي رفضوا أي مشاركة لجماعة الإخوان أو أي حد خرج عن الخط. طبعا دكتور محمد، لا أحد ينكر هذا الدور الوطني العظيم، لكن الناس بتقول أن علينا أن نؤسس لدولة المؤسسات. أصبح هناك برلمان منتخب، أصبح هناك رئيس منتخب، أصبحت هناك حكومة صوت البرلمان لها بالثقة، وبالتالي على الدولة المصرية أن تعمل من خلال القنوات المؤسسية. مسألة ما يشبهه البعض حتى الناس العادية في الشارع من مسألة الفوضى، مسألة يعني أصبحت مسألة غير مقبولة لدى البعض. احنا اكيد مش دعاه فوضى، ومفيش حد في الدنيا يقدر ان يكون في فوضى في مصر. مصر في مرحله دقيقه جدا، محتاجه ان الناس تتكاتف، محتاجه ان احنا نستوعب، محتاج تحديدا استيعاب وتجميع قوه 30 يونيو تاني. صحيح. وعدم السماح بانفرادها تحت اي مسمى. صحيح. وده اللي احنا بنتكلم عليه. مفيش حد ممكن لا يسمح بفوضى. الفوضى ان الناس تشعر في الشارع ان في معيارين وفي مكيالين في نفس ذات اليوم وناس هو حينما تتحدث مع بعض الداعين لهذه التظاهرات وتقول لهم ليه ما خدتوش تصريح من الداخلية، يقول لك ما الداخلية ما كانتش هتدينا تصريح. هنا مسألة أنه لم يتم اختبار الأمر، يعني لو كان تقدموا والداخلية يعني اتلككت ورفضت وجابت مبررات كان يمكن أن يكون هناك رأي في هذه المسألة، لكن الناس لم تتم حتى المحاولة. انا موافق على ان يجب على الجميع تطبيق القانون عندما، بس العقوبه بقى الخروج عن القانون ومسائل ان احنا نشعر الناس بجو هم احنا خرجنا منه. واحنا كل انا باكد تاني فكره اعاده الاصطفاف الوطني ال 30 يونيو تاني هي الاساس. لو احنا اشعرنا الناس ان احنا في جو بوليسي تاني وفي مداهمات قبل حتى ان احنا نعتقل الناس بنيه التظاهر، دي حاجه مش ورده. طب لماذا لا يتم استدعاء وزير الداخليه المصري الى مقر البرلمان وتوجيه اليه هذه الاسئله؟ في عدد من النواب تقدم فعلا بطلب زي كده، واعتقد ان دي حاجه طبيعيه خصوصا في ظل وجود يعني ودي مهمه حضراتكم كنواب في البرلمان من خلال المؤسسه اللي حضراتكم موجودين فيها. لا تقدم فعلا بطلب مشابه لكده من وزير الداخليه يجي، وخصوصا ان كان في نفس اليوم في مظاهرات مختلفه في مكانين مختلفين، تم السماح والترحيب في مكان وتم معاقبه ومداهمه الناس التانيين بشكل قاسي في مكان تاني. واعتقد الاثنين ابناء مصر ايا كان رايهم. طيب ارجو ان حضرتك تبقى معايا دكتور، وايضا معانا النائب السيد محمد ابو حامد عشان نستمع الى رواية سيدة مصرية هي جدة حفيدها خرج في هذه التظاهرات، ويمكن هنا تمثل الحاجة حياة صوت المواطن العادي اللي هو المفروض يصل لحضراتكم في البرلمان لتتحركوا، ولأن كنتوا هنا ممثلين عن هذا الشعب ويجب أن تعبروا عن قضايا بشكل واضح. مساء الخير يا حاجة حياة. نقول يا فندم، بس أنا حفيدي ما خرجش في مظاهرات يا فندم. أمال إيه يا فندم؟ لا ما خرجش في مظاهرات، هو اللي هقول لحضرتك بالظبط كده. اتفضل. في دي كان احنا من وسط البلد. والده في معرض في وسط البلد. رايح يجيب سندوتشات لوالده. وقفت عربيه مدرعه واجبرت عليه بالطلوع واجبرت على بالضرب والاهانه وكل ما تتصوري. بعدين راح اسم قصر النيل وتم التحقيق معه وكل النيابه، لاحظ الضرب في وجهه وظهره وكل والثبت ده في المحضر بالتعدي على الولد. وبعدين تم يعني معلش يا حاجه حياتي. أيوة. استحملينا. يعني هو ماشي في الشارع اتاخد
اتاخد يعني. اتاخد فعلا. طب عملية الضرب هتتم ليه؟ ما هو تم القبض عليه. لا ما يعني لا لا ما يعني ما مش عاوز يطلع. مش عايز يطلع العربية. يعني ما هو يعني خدوه شالوه واحد يعني راح خدوه شالوه ضربوه واتضرب في القسم كمان. طب قولي لي التحقيق. طيب قولي لي حضرتك النيابة كان قرارها ايه؟ لا اخلاء سبيله. كويس. وبعدين اتلغى موضوع اخلاء السبيل وخد 4 أيام ثم 15 يوم. بتهمة ايه؟ ولا حاجة. ما فعلوش أي تهمة. لا يعني لولا ما عندوش أي تهمة لولا خد اخلاء سبيل. لا أنا أقصد النيابة بتحقق معاه بيبقى فيه في المحضر تهمة معينة موجهة إليه وفقا لمحضر الشرطة. يا فندم لما خد اخلاء السبيل يعني تظاهر تحريض على التظاهر يعني مفيش لا اي حاجه. لا لا مفيش تظاهر ما حصلش تظاهر. ما حصلش. الاول قال ان ان هو يعني ان هو بيتظاهر بدون اذن. تمام. ما حصلش تظاهر. لازم تهمه معينه في المحضر هتحقق على اساسها نيابه. بس انا هقول لحضرتك بس اسمحي لي يعني معلش يعني استحمليني شويه. لا يا فندم اتفضلي. وبعدين بالزياره وبعد في الزيارة طبعا لما رحنا له لما خدنا تصريح بالزيارة في طورة تحول بعد كده لطورة تحول لك بعد كده لطورة. طبعا رفضوا الزيارة جبنا الزيارة له اترفضت الزيارة ولد وكل الأكل احنا اساسا من وسط البلد الحمد لله عيلة الحمد لله معروفة جدا. يعني ايه تترفض الزياره ويعني ايه اترفض دخول الاكل؟ المحامي بتاعكم كان المفروض يتحرك شوف ليه رافضين ده اللي راح اترفض. المهم انا زوجي في التمثيل التجاري طول عمرنا في الخارج هقول لسياده الرئيس الاولاد ما عملوش حاجه. عنده كام سنه؟ 22 سنه. هو اتخرج من الجامعه؟ انا بقول لحضرتك انا طول عمري في الخارج وانا في التمثيل التجاري وبنحب مصر وبخدمين مصر يا سياده يعني وزوجي كان بيعمل بعد السفاره. فاكره حضرتك لما السفاره المصريه كان اتقبض اتعملت عليها دي واحده في يوم سنة 76 كان هو من ضمن اللي متاخدين والحمد لله اخلى سبيلهم. طيب انا ارجو ان حضرتك تبقى معايا حاجة حيات. عايزة تعليق من السيد محمد ابو حامد وسيد الدكتور محمد عبد الغني عما قالته الحاجة حيات على الهواء الان. النائب محمد ابو حامد اتفضل. يعني بداية تحياتي لسيادة النائب وتحياتي للحاجة ولو حصل الروايه زي ما هي حكيتها كده ده شيء يعني مؤسف. كل الحالات اللي تم توقيفها على يعني ما تم تطبيقه. انت سمعت كام روايه زي الروايه دي يا سياده النائب؟ هو يعني احنا بنسمع على وسائل التواصل الاجتماعي روايات متعدده لكن انا بقوله لا من ارض الواقع. لا يعني انا بسمع على وسائل التواصل الاجتماعي لكن على سبيل المثال مثلا في الدايره عندي ما فيش كده ما فيش حالات من النوع دوت. انا دايره الويلي والظاهر ما فيهاش حاله يعني ما فيهاش حالات من النوع دوت. مشكله يا فندم ان بيتم تسويق هذه الصوره في الداخل وفي الخارج الان بشكل ليس في مصلحه احد يصور على انه تقييد على الحريات. يعني خليني اقول حاجه ده هذا هو التعبير المنضبط يعني مساله التقييد على الحريات. يعني انا اقول وجهه نظري انا وجهه نظري انه كل التحقيقات بتتم باشراف النيابه العامه وحتى لما بيحصل طعن في قرار افراج بيحصل من النيابه العامه مش من الداخليه. لو في حصل النوع ده من الحوادث انا وجهه نظري ان لازم يتم التعامل معاه بتقديم بلاغ رسمي. طيب اذا بتتكلمي على ان نقابه الصحفيين فعليا لما شافت ان في تجاوز معين قدم بلاغ ضد اعضائها تقدمت ببلاغ. يعني الحاجه حياه وكل الناس المتضررين عليهم اللجوء الى القضاء وتقديم تظلم او رفع دعوه قضائيه. هو بس انا وجهه نظري انه عدم التزام الجهات الداعيه للتظاهر
بان هي تتبع الاجراءات القانونيه من وجهه نظري انا هو من الاسباب الرئيسيه جدا لمثل هذه الامور اذا فعلا حدثت بالطريقه الفجه اللي تفضلت الحاجه وقالت عليه. طيب انا بشكرك السيد النائب محمد ابو حامد، واخد تعليق اخير من الدكتور محمد عبد الغني. تاريخي. بصي، اول حاجه هذه الروايات في روايات كثيره شبيهه ليها وبعضها يعني اعتقد يعني مع تقديري في معظم الدوائر الناس اللي في القاهره كانت لنا مشاكل يعني مشابهه وشكاوى مشابهه من ابناء من بعض الاولاد اللي تم اعتقالهم. يعني اذا كنا بنتكلم على حريه التعبير وعلى قضيه وطنيه ايا كان الاختلاف اللي حصل فيها، وان في ناس كتير اتمسكت او اعتقلت على الموبايل، الناس بس بيقف ويشوفوا الموبايل. احنا بنتكلم على شكل من اشكال تفريط الحريات. اكيد يعني مصر ما ينفعش تحط فيه، اكيد الصوره اللي احنا نحب ان مصر تكون تظهر فيها بعد ثورتين بشيء دي اكيد اعاده الممارسات او اعاده. ومن حق الراي العام ومن حق الاعلام ان يتاكد من هذه الواقعه ومدى صحتها، يعني ده دور حضراتكم في البرلمان. اعاده تطبيق هذا الاسلوب او هذا المنهج ان هو اداه الحل في مصر اكيد هو غير صحيح. بس خلينا للموضوعية والمهنية هنا، إذا ما ثبت اتباع هذا المنهج، لأن أنا هنا ليست هناك يعني هنا. كويس، احنا انا موافق على انت منهجيا لازم تتعاملي كده، لكن الروايات اللي موجوده في الشارع احنا ما فيش حد بيقدر يخدع الشعب بحاله. الشعب ما هو الروايات يتم توثيقها لا يتم تكذيبها، وهنا يعني الحكايه مش محتاجه بالزبط. يعني عندكم برلمان وحضراتكم نواب فيه وفي وزير داخليه يتم استدعائه وتوجيه هذه الاسئله ليه بشكل واضح وصريح. يعني اعتقد ان في نيه واضحه وفي اكتر من زميل اتقدم بطلب زي كده، وده موضوع لان يا مر للاسف بس احنا من دول عندنا اجازه غايه يوم 8/5 عشان الاعياد والحاجات دي. اجازه سعيده وترجعوا ان شاء الله تشوفوا الام الناس دي وتلاقوا حلول ليها. سيد الدكتور محمد عبد الغني النائب البرلماني وحاج حياه، شكرا ليكي ومهتمين بفتح هذا الملف، وايضا النائب البرلماني محمد ابو حامد. هنروح لملف اخر، والحقيقه النهارده وانا بستعرض مع حضراتكم هذه القضايا